وهو أننا نحن المسلمين مأمورون بالاهتمام بأحوال الأمة الإسلامية. إن كل واحد منكم من أصغركم إلى أكبركم وأنتم بين 11 و20 يجب أن يضع في نفسه أن يكون مشروع مخلص لهذه الأمة، مشروع منقذ لهذه الأمة، ولا يكون ذلك إلا بالاهتمام بأمر المسلمين. فإذن كما قال الحسن البصري رحمه الله: من بات لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.